الرئيس السيسي يؤكد على أهمية إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد. وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يبحثان آخر مستجدات مبادرة حياة كريمة. والنيابة العامة السعودية تعلن صدور حكم بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل خاشقجي. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى سادة الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية. وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع أهمية إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر، مشددا على ضرورة إيلاء الأولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والارتقاء بمستواها بشكل مستمر والتحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن والاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي. كما وجه الرئيس السيسي بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين وإطلاعهم على واقع التحديات التي تواجه الدولة. كما أكد الرئيس أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله والاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد في اختيار العناصر من الكوادر البشرية داخل كل وزارة ومؤسسة حكومية على نحو تسمو فيه قيم العمل والعطاء والتميز. وكان الرئيس السيسي قد شهد أمس أداء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوزراء ونوابهم الجدد اليمين الدستورية. بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد مع وزير التنمية المحلية محمود شعراوي آخر مستجدات مبادرة حياة كريمة، وذلك بحضور قيادات الوزارتين. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان اليوم إن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، فضلا عن تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن. استمرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بتكثيف تواجدها الأمني ونشر الخدمات بكافة المنشآت الحيوية والمهمة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. استنفار وانتشار أمني تشهده محافظات الجمهورية استعدادا لأعياد الميلاد المجيد بهدف تأمين المحتفلين سواء من المصلين أو المترددين على دور العبادة من المهنئين. وتعتمد خطة وزارة الداخلية في هذا الشأن والتي تشارك فيها كافة قطاعاتها على نشر قوات التدخل والانتشار السريع إلى جانب الأقوال والأطواف الأمنية التي تغوب الشوارع والميادين ومحيط دور العبادة على مدار الساعة لرصد ومراقبة الحالة الأمنية لتوفير أجواء آمنة للمحتفلين. بينما شهدت محيط دور العبادة خدمات أمنية فيما انتشرت التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة على الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع المؤدية إلى دور العبادة بتجهيزاتها وعناصرها المدربة المتأهبة للتعامل الفوري والسريع مع ما يستجد أمنيا أو أي خروج عن القانون. هدفها الأساسي تأمين أجواء البهجة والفرحة ببسطها مظلة من الأمان ينعم فيه الجميع بالطمأنينة والأمان. ومع انتشار القوات وتمركزها في النطاقات الحيوية المختلفة، فإن رجال الحماية المدنية والكشف عن المفرقعات يقومون بدورهم بالتمشيط المتواصل بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة
بمحيط دور العبادة والشوارع المؤدية إليها، إجراء يؤدي إلى توفير مزيد من الأمن والأمان لكافة المحتفلين. ولتسيير الحركة المرورية في ظل تكدسات متوقعة بخاصة في محيط دور العبادة، فقد وضعت خدمات مرورية على الطرق المؤدية إليها مع عمل تحويلات مرورية لتحقيق الانسيابية المطلوبة، إضافة إلى الخدمات الموجودة على الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات، مع وجود أقوال تجوب هذه الطرق بصفة دورية، كما تشارك في عمليات التأمين عناصر من الشرطة النسائية تتولى عمليات التفتيش والتمشيط بنهاية الممرات الآمنة الموجودة أمام دور العبادة. كل هذه الإجراءات الأمنية والتأمينية المكثفة وما تتخذه وزارة الداخلية من إجراءات احترازية هدفها بث الطمأنينة في نفوس المواطنين لترتفع ترانيم الميلاد في فضاء من الأمن وتسود البهجة والسرور والفرحة أرجاء الوطن بنسيجه القوي وشرطته التي اتخذت على عاتقها حماية أمنه واستقراره. أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية اليوم صدور أحكام ابتدائية من المحكمة الجزائية بالرياض بإعدام 5 من المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وقالت النيابة خلال مؤتمر صحفي إن المحكمة أصدرت أحكاماً ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم في قضية قتل جمال خاشقجي، حيث قضت بإعدام 5 من المدعى عليهم قصاصاً وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه، إضافة إلى سجن 3 من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً.